الله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون